العرض الأوروبي الأول لفيلم جودزيلا في نسخته الجديدة قدم مؤخراً في لندن بحضور كوكب من نجومه. الوحش العملاق جودزيلا يستيقظ من سبات عميق دام سنوات طويلة ليبدأ في إثارة الرعب والدمار. فريق من العلماء والجنود يحاولون التصدي له. المخرج جاريد إدواردز يفسر لنا الهدف من تقديم نسخة جديدة من جودزيلا الذي ظهر على شاشات السينما في العام 1954. الجميع يعرفون جودزيلا، أعتقد أنه إذا ذهبتم لجميع أنحاء العالم وأظهرتم صور الشخصيات السينمائية المختلفة، أعتقد أن ميكي ماوس وجودزيلا ستكون من أكثر الشخصيات المعروفة لدى الناس، لكن الكثيرين لا يعرفون فيلم جودزيلا وقد يحتفظون ببعض الذكريات الطفولية حوله. لذلك حاولنا إنجاز نسخة جديدة للكهول والأطفال وللجميع. الفيلم الجديد من بطولة آرون جونسون وإليزابيث أولسون وبراين كرانستون الذي لم يخفي إعجابه بالوحش العملاق جودزيلا عندما كان صغيراً. حسناً، لقد أحببت جودزيلا عندما كنت صبياً، أعني عندما كان عمري 7 سنوات. كنت ألهو بلعب جودزيلا فأهدم قلعاً وقصوراً من الرمال. كنت أود أن تتاح لي الفرصة للقيام بذلك في الحياة أو حتى في فيلم. كان يبدو وحشاً حقيقياً وكان له الكثير من المعجبين.